محمود، هو مفيش اخبار عن العيال دي؟ عيال مين؟ احمد او محمود او اسامه؟ لا والله ما اعرف يا محمد، ما انت عارف انا بقيت اجي من الشغل بقيت انام على طول، ما بقيتش اخرج اصلا. بس مالهم يعني؟ يا عم برن عليهم بقالي كام يوم، موبايلاتهم مقفوله. يا عم ما تقلقش، هتلاقيهم بيصيفوا ولا حاجه، اصل اصلا كلموني على موضوع المصيف ده، بس انا قلت لهم عندي ضغط شغل مش هعرف اروح. لا يا عم، حتى لو بيصيفوا هيقفلوا موبايلاتهم ليه؟ انا حاسس ان في حاجه. حاجه ايه يا عم؟ هيكون يعني عفريت خدهم؟ هتلاقيهم في المصيف زي ما انا ما بقول لك كده. يا نهار ابيض، مش جبت سيره العفاريت؟ استلم بقى. بما ان النور قطع بقى سيبك انا مع النور والعفاريت لوحدي. يا عم نور وعفاريت ايه؟ اقعد بس اشرب القهوه دي. يا عم قهوه انا مش عايزك تعمل لي اصلا، عندي شغل الصبح. يا ابني طب والقهوه؟ يا عم قهوه ايه، اشربها بقى انت والعفاريت. خد بس عفاريت ايه. لا يلا تصبح على خير. ماشي يا حوده وانت من اهل، خلي بالك على نفسك. ماشي سلام. سلام. ايه ده، هو مش ده المطبخ بتاعنا؟ هو في حد في المطبخ؟ مين اللي جوه؟ ايه ده؟ امال التصوير اللي بره في الشاشة ده ازاي؟ يا حول الله يا رب. لا يا شيشة، مش عايزة تنطفي ليه؟ ليه الشغل ده بقى؟ كرم تفلتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه شغل العفاريت ده بقى؟ انت مين وعايز مني ايه؟